بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبنائي الطلاب في سلسلة جديدة من مراجعات اللغة العربية. إن شاء الرحمن الرحيم النهاردة عايزين نراجع مع بعض تدريبات العامة اللي في نهاية كتاب المدرسة على النحو. عندنا 21 تدريب من أهم التدريبات التي يجب أن يتدرب الطالب على جميع أنواع الأسئلة التي وردت بها. والحقيقة ورد في 21 تدريب دولت أنواع كتيرة ومتنوعة من الأسئلة ومحتاجة تفكير ومحتاجة تدريب. من أشهر أنواع الأسئلة اللي جت في 21 تدريب دولت هي أسئلة التثنية والجمع، يعني يجيب لك جملة ويقول لك هات المثنى بتاعها أو جمع المؤنث أو جمع المذكر. طبعا دي بتحتاج إلى مهارة الطالب في معرفة علامات الإعراب والإعراب ذاته، ولابد أن يتدرب عليها لأن احتمالات الخطأ فيها كتير جدا. كمان عندنا الأسئلة اللي اتكررت في 21 تدريب دولت، منها البناء للمجهول، يجيب لك جملة ويقول لك ابنيها للمجهول، وفيها جمل صعبة جدا في البناء للمجهول ولابد انك انت تكون اتدربت عليها. ايضا في اربط ما بين جملتين، وكثير من الأسئلة والأفكار المتنوعة التي يجب ان تتدرب عليها قبل ان تدخل امتحان الثانوية العامة. وطبعا ده كتاب المدرسة، يعني الممتحن دائما إما بيضع الأسئلة شبيهة بهذه الأسئلة وإما يضعها بالنص، فلابد من الاهتمام الشديد بما سوف أقول. سياسة إجابتنا هتعتمد على الإجابة السريعة بدون شرح طويل، لأن احنا استكفينا الشرح في 100 فقرة نحوية من كتاب الامتحان. يمكن في الفقرات النحوية من كتاب الامتحان كنا بنستطرد وبنطيل، وإذا وقفنا أمام قاعدة نشرحها بالتفصيل، أما هنا فستعتمد الإجابة على الإجابات المتوالية مع الوقفات البسيطة أمام ما يستحق الوقفة. التدريب الأول، تعالوا بقى صلى على النبي كده وسموا بسم الله وتوكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله. التدريب الأول، جلس الزوجان في الصباح يحتسيان الشاي. طبعا الشاي هنا تبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. رفع رأسيهما، رأسيهما مفعول به منصوب بالياء لأن مثنى وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. بمسيرتي الصباحية، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. بقول لي استخرج من الفقرة جملة وقعت خبرا لناسخ. هنلاقي جملة مثلا أنهما يسيئان، دي في محل رفع خبر إن، دي جملة فعلية. وجملة تدور جملة أيضا فعلية في محل رفع خبر أن. صحيح أن هناك كلمة الخوف خبر أن وهي خبر لناسخ، لكن لا تصح. لماذا؟ لأنه اشترط علي أن تكون جملة وقعت خبر لناسخ، وكلمة خوف مفرد. استغرق ضميرين أحدهما في محل نصب والثاني في محل جر. طبعا لو لقينا رأياني هتلاقي الياء في رأياني في محل نصب مفعول به. الياء دي دايما لما تتصل بالفعل هنعربها في محل نصب مفعول به، يعني يضربني، يأتيني، يعجبني. هذه الياء دائما في محل نصب مفعول به إذا اتصلت بالفعل، اللي هي ياء التكلم. وعندي هما، عارفين دي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه لأنه اتصل بالاسم، والياء في نحو تبقى في محل جر مضاف إليه لأنها اتصلت بالاسم. كذلك عندك من ضمن الضمائر المنصوبة إنه وإنها، الهاء في إنه والهاء في إنها في محل إيه؟ في محل نصب اسم إن. بقولي معرفتين مختلفتين وبين نوع كل منهما. المعارف في اللغة العربية كثيرة، من المعرف بأل، من المعرف بالإضافة، الضمائر كلها معرفة، أسماء الإشارة كلها معرفة، الأعلام أيضا معرفة. فلو جينا كلمة الزوجان هنا الآن معرف بأل، وكلمة مثلا نحوي أو رأسيهما، هاتان الكلمتان معرفتان بالإضافة. فكلمة رأس نكرة، لكن لما أضيفت إلى الضمير أصبحت معرفة بالإضافة. وكذلك كلمة نحوي نكرة، نحو نكرة، لما أضيفت إلى الضمير اكتسبت منها التعريف. يبقى واحدة معرفة بأل والتانية معرفة بالإضافة. وإذا طلعت ضمير تقول معرفة برضو تبقى صحيحة. اقرأ العبارات الآتية واكتب ما يطلب منك. أخذ الشرطي الزوجين إلى القسم. اجعل العبارة مبنية للمجهول وعين فيها نائب الفاعل. عشان ابني العبارة للمجهول أقول أخذ الزوجان إلى القسم، حذفت كلمة الشرطي وغيرت أخذ لأخذ وشكلتها وحطيت ضم على الهمزة وكسرة تحت الخاء، لأن الفعل الماضي إذا أردت أن تبنيه للمجهول لابد أن تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. إذن ضرب، كسر، أخذ، ها، ثم حذف الفاعل اللي هو الشرطي، ثم الإتيان بالمفعول به إن وجد وتجعله هو نائب الفاعل مع تغيير إعرابه، فتقول الزوجان إلى القسم. السؤال اللي بعديه بيقول لي حارس الشاطئ منع، طبعا نائب الفاعل هنا الزوجان. حارس، السؤال بيه بقى، حارس الشاطئ منع الرجل من الزراعة. خليلي المثنى المذكر،
هقول حارس الشاطئ. انا هنا عملت حاجتين، زودت الف عشان هي مبتدا مرفوع بالالف لما يبقى مثنى ويجي في الاول يبقى مرفوع بالالف لان مبتدا، وشلت النون للاضافه، ودي ظاهره موجوده في اللغه العربيه اسمها حذف النون للاضافه، والشاطئ مضاف اليه. طب منع الرجل، منع الرجل تحط الالف الاثنين طبعا من الزراعه. جيم بقى بيقول لي الزوجه تساعد زوجها في الزراعه. بيقول لي اجعل المبتدا جمعا بالالف والتاء وغير ما يلزم ثم اعرب الفعل تساعد. بص انت ليك بقى شكلين، هتقول ايه؟ الزوجات تساعد زوجها في الزراعه، ممكن تيجي كده ان الزوجات بتساعد مثلا ممكن اكثر من زوجه ورجل متزوج اكثر من زوجه، يبقى الزوجات تساعد زوجها في الزراعه، دي طريقه صحيحه، وتساعد هيفضل فعل مضارع مرفوع زي ما هو. وممكن قوي يقول الزوجات ها تساعدنا ها ازواجهن في الزراعه، يبقى انا كده جمعت كلمه ازواج وحطيت نون النسوه، الزوجات ها تساعدنا ازواجهن. طب في حاله لما اضيف نون النسوه للفعل، في الحاله دي يبقى النون الفعل مبني على السكون زي ما احنا كلنا عارفين، يبقى ممكن اقول الزوجات تساعدنا ازواجهن في الزراعه، او الزوجات تساعد تساعد زوجها في الزراعه، الى اخره من الاحتمالات. يمنع السؤال دال، يمنع الشرطي الرجل من الزراعه، ادخل على الفعل المضارع الحرف لم، اقول لم يمنع وتحط سكون، ولن مره اخرى لن يمنع وحط فتحه، يبقى في حاله لم هيبقى مجزوم بالسكون، وفي حاله لم لن هيبقى منصوب بالفتحه. بيقول لي اكتب فقره تناقش فيها العباره السابقه تحت عنوان الحاجه للامن، يعني اذا اردت ان تكتب هذه الفقره وترسلها الي عبر الفيسبوك انا ممكن برضو اقراها لك واصحها لك ان شاء الله. 8 بيقول لي اضبط القطعه السابقه بالشكل، يعني اضبط بالشكل يعني اواخر الكلمات، يعني قول جلسة تحط فتحه، الزوجان طبعا دي مرفوعه بالالف مش هتحط حاجه، في الصباح يحتسيان الشاي، ولما رأياني مقبلا رفع رأسي رأسا رأسيهما ها منصوب بالياء هنا، نحوي في قلق فاق قلقا، عشان قلق دي مفعول به والفعل مستتر تقديره يقعد على قلق الأولى، الأمس مضاف إليه طبعا هنا، فمررت مسرعا متحاشين التقاء عشان دي تبقى مفعول بالاسم الفاعل، الأعيني عشان مضاف إليه، إنه الخوف عشان ده خبر إن، عليه اللعنة عشان ده مبتدأ مؤخر، يطاردهما في مهجري في مهجرهما الجديد عشان دي نعت المهجر، بأنهما يسيئان الظن عشان دي مفعول به، بمسيرة الصباحية عشان دي نعت زي ما قلنا، ويتوهمان أنها تدور عشان ده مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، من أجل مراقبتهما دي عشان مضاف يا شباب مضاف إليه. كده التدريب الأول تم بحمد الله.